وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، نرحب بكم في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة، حيث انطلق شوطنا الخامس المخصص للإبكار محليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ المزينة عاصمة الميادين، حيث انطلق شوطنا الخامس وبداية الجولة الثانية. مباشرة نسير إلى المقدمة الأولى وانطلاقة هذا الشوط. هناك الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتقدم على البداية الأولى. انتقل إلى المركز الثاني، وصول وتقدم من الشاهينية لهجن ندي الشبا سعيد بن سالم من يتابعها في عملية التدريب والتضمير. المركز الثالث القادمة الوثبة في هذه اللحظات لهجن الرياسة والعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يتابع انطلاقة الوثبة هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. بينما المركز الرابع الشاهينية الذي تدخلت في هذه اللحظات لهجن الرياسة، وهناك المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يتابع لنا هذا الانطلاق، يتابع انطلاقة الشاهينية في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. المركز الخامس القادمة الشاهينية لهجن ندي الشبا بقيادة سعيد بن سالم، بينما هملولة الواصلة في هذه اللحظات لهجن الرياسة بمتابعة الظافر المضمرين علي بن يميل الوهيبي. المركز الثامن القادمة العين في هذه اللحظات لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بخميس علي نيبي بو ناصر. المركز التاسع هملولة لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي، بينما المركز العاشر وختام النداء الأول الجولة الأولى التحديات الأولى هنا والنجوم التي انطلقت في هذا المساء الجميل، هذه الشاهينية لهجنة الشبا سعيد بن سالم. هكذا نتيجتنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار الجميل، والتحية هناك أيضا المميزة على البداية هنا في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. نعود إلى المقدمة الأولى، نعود إلى صدارة هذا الشوط. الشاهينية هناك لهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري من يتقدم على الصدارة الأولى في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. هجن ندي الشبا قادمة بانطلاقة الشاهينية سعيد بن سالم، يتابع هذا الانطلاق، يتابع هذا المسار، حيث قدم لنا الشواهين في هذه الأمسية أمسية من أمسيات الوثبة، معركة من معارك الوثبة. بينما المركز الثالث القادمة هناك أيضا الوثبة لهجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع وصول وتقدم من الشاهينية لهجن الرياسة، وهنا محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتقدم في عملية التدريب والتضمير والعناية المستمرة. بينما هناك أيضا القادمة والواصلة الشاهينية والشاهينية لهجن ندي الشبا بقيادة سعيد بن سالم، بقيادة سعيد بن سالم من يقودها في عملية التضمير والتدريب هنا والعناية الكافة لهجن ندي الشبا القادمة من دبي. بينما هملولة هنا الواصلة لهجن الرياسة علي بن يميل الوهيبي يقدم لنا هملولة في هذا الانطلاق وفي هذا المسار. المركز التاسع القادمة الشاهينية في هذه اللحظات لهجن ندي الشبا، هناك سعيد بن سالم، بينما هملولة وصلت على المركز العاشر في هذه اللحظات لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي. هكذا نتيجتنا والنداء الثاني هنا لهذه الانطلاقات، لهذه أيضا التحديات المثيرة في هذا الشوط بقيادة الشاهينية لهجن ندي الشبا على المقدمة الأولى وعلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. ولكن هنا المستحيل والعملاق يتقدم مع الشاهينية، وهناك مع الوثبة والشاهينية في هذا الانطلاق في هذا المسار المميز هنا. ياهي انطلاقات، ياهي تحديات هنا في عاصمة الميادين في ميدان الوثبة، ولكن المستحيل
بدأ يتسلل على الصدارة الأولى في هذه اللحظات مع انتصاف المسافة. انتصفت المسافة هنا والشاهينية لهجن الدشبة والشاهينية لهجن الرياسة هنا وهناك الوثبة الوثبة القادمة لهجن الرياسة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. يا سلام يا سلام على هذا التحدي، يا سلام على هذه أيضا الشعارات والمؤسسات العملاقة دائما في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. المركز الرابع القادمة الشاهينية في هذه اللحظات لهجن الرياسة مع محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. يتقدم هنا المجازف كما تقدم كثيرا كما تقدم كثيرا ولا مال التي تتابع دائما مؤسسة هجن الرياسة والمؤسسات الأخرى لها مشجعيها متابعيها هنا عشاق رياضة الآباء والأجداد رياضة الهجن العربية الأصيلة. ولكن الشاهينية قادمة لهجن الدشبة بقيادة سعيد بن سالم يقدم لنا الشاهينية والشاهينية هملولة وهملولة لهجن الرياسة بمتابعة علي بن يميل الوهيبي. وهناك هجن الدشبة قادمة مع الشاهينية والقادمة هنا العين لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس آل نيبي. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتيجتنا في هذا المسار والتحديات المثيرة والانطلاقات المميزة هنا في هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا التحدي الجميل والانطلاق المميز في هذا المسار في هذا المسار الجميل. ياه انطلاقات ياه تحديات مثيرة هنا في هذا الشوط. الله نعود إلى البداية الأولى، نعود إلى صدارة هذا الشوط مع هناك الشاهينية على المقدمة الشاهينية لهجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقود لنا الشاهينية على البداية وعلى الصدارة الأولى. المركز الثاني القادمة الشاهينية لهجن الدشبة سعيد بن سالم يتابع لنا هذا الانطلاق العملاق قادم بانطلاقة الوهبة على المركز الثالث في هذه اللحظات. ولكن ياهو هجوم هجوم من المراكز الخلفية هجوم من الأسماء القادمة في هذا الانطلاق، أسماء واصلة في هذا الشوط. الشاهينية الشاهينية وهملولة وصلت الشاهينية وهملولة على المركز الرابع والمركز الخامس، بينما المركز السادس الشاهينية لهجن الدشبة سعيد بن سالم من يتابع لنا هذا المسار وهملولة وصلت في هذه اللحظات لهجن الرياسة بقيادة علي بن يميل الوهيبي. النتيجة النتيجة ها هي لم تتغير منذ البداية وحتى هذا اللحظات بقيادة المستحيل بقيادة المستحيل يقدم لنا الشاهينية لهجن الرياسة على المركز الأول في هذه اللحظات. المركز الثاني شاهينية لهجن الدشبة بقيادة سعيد بن سالم الوثبة خذت المركز الثالث لهجن الرياسة وسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المجازف يتقدم بانطلاقة الشاهينية المملوكة لهجن الرياسة وهناك هملولة هملولة من السياج الخارجي وهنا الشاهينية هنا أيضا لهجن الدشبة سعيد بن سالم. هكذا النتيجة هكذا النتيجة. ولكن العين العين وصلت في هذه اللحظات، العين وهملولة بدأت بالتقدم في هذا المسار مع المنحنى الأخير المنحنى الخطير والمثير بقيادة المستحيل. المستحيل راح المستحيل يقدم لنا الشاهينية مع المركز الأول هنا في هذا المسار. المركز الثاني شاهينية هجن الدشبة هناك المجازف يقدم لنا الشاهينية في هذا الانطلاق. بدأت السرعة هنا تزداد في هذا الشوط في هذه اللحظات في هذا المسار الجميل بقيادة هنا الشاهينية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. هنا لهجن الرياسة وهنا راشد بن محمد بالسم المنصوري يتقدم بوذيب
بوذياب، يتقدم بوذياب، ما إن شاء الله، عرض جميل هنا، عرضات مميزة من شعار هيجن الرياسة مع الكيلو متر الأخير، وليس بمستغرب على مؤسسة هيجن الرياسة تقدم لنا هذه النوعيات. مع المركز الأول، المركز الثاني وصلت الشاهينية، هيجن الدشبة لها مشجعيها متابعيها هنا في هذا الانطلاق. على المركز الثاني، المركز الثالث القادمة الشاهينية، المركز الرابع هملولة، المركز الخامس الوثبة، ولكن وين المستحيل، عصاها في الابطان في شوطنا الخامس المخصص للمحليات الأصهايل. هذه الشاهينية مع المركز الأول ومع صدالة هذا الشوط، هنا أيضا على البداية الأولى الشاهينية على الصدارة هنا مع المقدمة الأولى. تهانينا لهجن الرياسة والتهنئة لك. المستحيل من يقدم لنا الشاهينية في هذا المستوى المميز هنا، المستوى المميز من شعار هجن الرياسة. تهانينا لمؤسسة هجن الرياسة والتهنئة لك يا أبو ذياب راشد بن محمد بالسم المنصوري. لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية معلنة بهذا الفوز والتحدي المثير. المركز الثاني القادمة الشاهينية لهيجن، أو هناك أيضا هيجن الدشبة. المركز الثالث الشاهينية لهيجن الرياسة. المركز الرابع وصول من هملولة لهيجن الرياسة. والمركز الخامس الشاهينية لهيجن الرياسة. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، النداء للخمس المراكز الأولى، تهانينا والناموس لهجن الرياسة على فوز الشاهينية، والتهني للمضمر راشد بن محمد بسم المنصوري على فوز أيضا الشاهينية في هذا الشوط، شوطنا الخامس. لحظات الوصول إلى خط النهاية معلنة بهذا الفوز والتحدي المثير. 12 دقيقة 27 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني. لحظات الدخول إلى خط النهاية، وأيضا هيجن الدشبة هي أيضا من وصلت على المركز الثاني بانطلاقة الشاهينية، والتهنئة لسعيد بن سالم. 12 دقيقة 30 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث الشاهينية لهيجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 30 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والنمو.